الله وضيف الكريم الدكتور أشرف من هناك. دكتور أشرف، في ظل تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بضرورة حل الدولتين، برأيك ما المعوقات التي تحول دون تنفيذ ذلك؟ وأيضا هل يمكن أن تثمر هذه الزيارة، زيارة بلينكين للمنطقة، في تنفيذ تهدئة على أرض الواقع؟ يعني دعنا أقول، بلينكين جاء لتسويق الرؤية الإسرائيلية ببعدها السياسي والأمني بهذا الاتجاه، واعتقد المنطقة وقمة اليوم في العقبة لا تناقش خارطة الطريق، تناقش كيفية مواجهة التهديدات والتحديات الأمريكية الإسرائيلية تجاه المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية. ودعني أقول، هو جاء بشكل واضح يعطي تعليمات للسلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، هذه القيادة نظرت من أجل الدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل على مدى عقود من الزمن. لا تأتي إدارة أمريكية تفرض شكل وطبيعة السلطة وتغيير النظام السياسي الفلسطيني، وبغض النظر عن بعض التفاصيل، هذا كله استدعى موقفا فلسطينيا واضحا. وأعتقد أن رؤية المنطقة يعني عبر عنها وزير الخارجية المصري مساء أمس، وقال دون وقت لإطلاق النار باعتباره المدخل الرئيسي بكل القضايا التي يطرحها بلينكين الآن، ودون ذلك نحن أمام مرحلة مختلفة تماما. ودعني أقول، وصلت الحرب إلى مرحلة غاية في الخطورة وتصعيد، نحتاج إلى فهم جديد وجدي لطبيعة التصورات. أهم معيق هو وجود نتنياهو وحكومة اليمين المتطرفة. طيب دكتور أشرف، دعني أقف عند الجزئية التي تحدثت بها، والخاصة بأنه أنتوني بلينكين جاء إلى المنطقة من أجل أن يعطي تعليمات إلى السلطة الفلسطينية. إذا ذهبنا إلى المؤتمر الصحفي بالأمس لأنتوني بلينكين وهو في مقر السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، نجد أنه ذكر أنه سيتحدث مع الرئيس الفلسطيني على الحوكمة، على الإدارة الرشيدة. هل من ضمن هذه الأمور ما وصفته بالتعليمات للسلطة الفلسطينية؟ نعم، تعليمات بتغيير الحكومة وشكل الحكومة والتكنوقراط، وهو يسمح بشكل أو بآخر بعودة حماس سياسيا من خلال تنصيب بعض الوزراء، وتحدث عن العدد وتغيير بعض قادة الأجهزة، ويعني يجوز يقول من هم الوزراء يعني بهذه الوقاحة وبهذا الصلاح وبهذا التدخل السافر في الشأن الداخلي الفلسطيني. هذا مسألة يعني لا تقبل النقاش وطنيا، أي تغيير أي تجديد بالشريعات الفلسطينية يتم عبر الانتخابات، ولدى الشعب الفلسطيني يعني ديمقراطيته الخاصة، وعندنا لجنة انتخابات فلسطينية تفرز طبيعة وشكل النظام السياسي والسلطة الفلسطينية بهذا الاتجاه. وكنت أقول أن يعني المعوقات الأساسية أنه يكون في هناك موقف واضح من تغيير حكومة نتنياهو. نسمع عن أن بني جانس بدأ يتحدث بلغة مختلفة، ولكن دون تفعيل الأدوات الداخلية الأمريكية بالضغط من أجل تغيير الحكومة الإسرائيلية، لا مسار سياسي، لا خرف الطريق، لا وقف إطلاق نار، نحن أمام تصعيد. وأعتقد أن من يفهم طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتحديدا ما يريد نتنياهو الآن في هذه المرحلة، هو يريد التخلص من بايدن لكي يعني يبتعد عن ذلك الحرج. وأعتقد أن من مصلحة نتنياهو يعني أن تدخل الانتخابات في غمار تلك المعركة والتنافس الشديد بين الحزبين، وهو هنا يستطيع أن يماطل أكثر. ولاحظنا يعني كيف تم اختراع اللجنة الأممية، هذا اختراع لإطالة الوقت ولبيع الوهم. نعم، وأنا أؤكد أنه بيع وهم، وعلى المنطقة، وأعتقد أن القيادات الثلاث قد حددوا أي مسار سياسي للمستقبل من خلال القمة الثلاثية السابقة في العلمين، أن لا تسوية ولا سلام دون أن يكون هناك استناد واضح وعلى هذا الأمر، على المسار السياسي وأيضا على المسار الأمني الخاص بالقمة الثلاثية. اسمح لي أن